على وقع الترددات الأقليمية يعيش لبنان بناسه وأنفاسه وسط مشهد انتخابي محموم ومحاولات لالتقاط إشارات المرحلة المقبلة وتفكيك ألغازها. من هذه الإشارات سعينا إلى سؤال أحد الخبراء العسكريين والاستراتيجيين هنا عن صحة ما أشيع عن إقامة حماس بنى عسكرية في جنوب لبنان وفتح جبهة لها، ليأتي الجواب على السؤال معطوفا على حزب الله. بين حماس وبين حزب الله هناك تنسيق عالي المستوى، ليس قليل. ما يعني ممكن أن يحصل أن تفتح هذه الجبهة إذا كانت تخدم توجهات حزب الله، ولكن إذا كانت تخدم التوجهات الفلسطينية لا تفتح هذه الجبهة. يعني هو من يمتلك القرار على الأرض اللبنانية وفي الجنوب اللبناني هو حزب الله، ويستخدم الفلسطينيين في سبيل استراتيجيته وليس العكس. كلام تصاعدت وتيرته منذ بداية العام الحالي إثر محاولة اغتيال عضو حركة حماس الفلسطيني محمد حمدان في صيدا جنوب لبنان، ما أعاد فتح الملف الفلسطيني بتشعباته وارتداداته على الساحة الداخلية اللبنانية. حزب الله ومن وراء حزب الله لم يكفوا منذ عقود عن محاولة وضع اليد على ما يسمى الملف الفلسطيني من أيام مؤتمر مدريد إلى اليوم. فإذا تخيلنا بأن وضع اليد على الملف الفلسطيني هو الأساس، تصبح كل الأدوات والوسائل التي يمكن أن تستنفر في سبيل تحقيق هذه الغاية ممكنة ومعقولة ومتخيلة. ولأن جنوب لبنان ساحة متصلة بساحات أخرى أقليمية ودولية، يتحدث البعض أيضاً في بيروت عن مواجهة مؤجلة هي رهن بأي متغيرات في المشهدية الأمنية والحسابات السياسية المرتبطة بالملف السوري. لهلأ بستبعد أن لبنان يكون مسرح المواجهة المقبلة بين الإيرانيين والإسرائيليين. أنا رأيي في مواجهة، وهي المواجهة ستتم. يعني هناك قرار إسرائيلي حاسم بمنع أي دور إيراني بسوريا، وفي قرار إيراني حاسم بأنه يكونوا جزء من المشهد السوري. هالصدام هذا سيحصل مش قريبا، بس بده يحصل. حزب الله منتشر ما بين الجنوب اللبناني وجنوب سوريا وشمال إسرائيل. هذا الانتشار إذا ما تطور في سوريا قد ينعكس على الجنوب اللبناني. مخاطر صدام لن يكون لبنان بمنأى عن تداعياتها إذا ما حصلت، ليكون الجنوب إحدى ساحاتها ربما، ويبقى التوقيت العامل الحاسم في رسم ملامح مرحلة مجهولة الأفق. دراجة غفري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.